القناة الجديدة هم لسه الشركات الأجنبية اللي أخد المشروع، لسه ما شاء الله شغالين يعني زي ما بيقولوا بياكلوا في الصخر فيها. لا فعلا أول مرة أشوف مشروع يشتغلوا بجدية كده، بعيد عن اختلافنا أيدنا في السياسة أو بعيدنا أيدنا أو اختلفنا معاهم، الناس دي بتشتغل في المشروع ده بجد. شباب كتير ومفيش شغل وناس عطلة كتير وناس قريبة مني جدا يعني عارفها، ناس طول عمري شغال في البحر. خير طبعا ان شاء الله، نتمنى.